كل أفلاك لمواليد الجوزاء بأول أسبوع من شهر تموز جولاي 2021. عزيزي الجوزاء، حاول إنك تراقب بدقة يلي عم بيصير معك ببداية الشهر، وخاصة بالمجال المهني، لأنه لازم تنجز بعض الأفكار بطريقة كتير ذكية وحكيمة. انتبه من إهمال. هالإهمال يمكن يترتب عليه نتائج غير مرضية، خاصة بأول الشهر. إذا كان يوم اثنين عادي، فبين ثلاثة وأربعة لازم ما تبلش بجديد وتتجنب السفر خلال هاليومين، يعني بين الخميس ثلاثة والجمعة أربعة. بدك تقلي شو بده يصير؟ ما بعرف، بتضيع، بتنسى شي شنطة شي محل، مثل ما مرة صار معي كان مش منيح وعم بخبر بقلب الطيارة لأحد الأشخاص، قلت لهم مش منيح معي أنا هاليوم ومسافرة، بوصل على المطار وباخد شنطة محل شنطة وبروح على باريس ثلاث أرباع الساعة وبرجع بكتشف إنه مش هاي الشنطة وبرجع. إن شاء الله ما يصير معكم هيك، بس يمكن مش أكتر من هيك، يصير تنسى باسبورك مثلا أو تطلع فيزتك خالصة. بدك تنتبه، إن شاء الله ما يصير هالشي، بس لما أنا بحذرك يمكن تنتبه أكتر. بين الخميس ثلاثة والجمعة أربعة اتجنب المواجهات والتحركات الكبيرة والمخاطر. يمكن يحمل يوم الأحد الستة ويوم الاثنين سبعة آفاق وأفكار مناسبة جدا ومهمة. بدك تتحاور مع شخص أو بينقلك أحد الأشخاص معلومات مهمة، أو بتقرأ شي في مكان ما، ويلي بتقرأ بتجي الصدف وبتلاقي حالك عم تستفيد منه في مكان وتتحدث عنه. بترتاح للي عم بيصير، بتحقق المرتجى خلال هاليومين. يمكن مثلا إذا كنت طالب تدرس موضوع ويجي هالموضوع بالامتحان، وهيدا الشيء كتير منيح، أو يصير في نقاش حولك، أو تحضر شيء يمكن على التلفزيون، يمكن بالجوجل تقرأ شيء وتلاقي أنه يلي قريته رح تستفيد منه خلال هالشهر. كمان بتوصل إلى يوم الثلاثة ثمانية في خبر جيد وتطمين لإلك بأي مجال بتكون محتاج له. هلأ اعتبارا من الثنين سبعة، يمكن يتهمك البعض بالمثالية وعدم الواقعية، يعني تكون أوتوبيك، يعني شوي واهم منك واقعي، وتضطر إلى شرح بعض مواقفك، وربما يمكن تعيد حسابات دقيقة جدا بين الاثنين سبعة والأربعة تسعة. بخبرك كمان شو بيصير معك اعتبارا من الثلاثة ثمانية بالأسبوع الجاي.